يعني زي ما انتم شايفين، يعني ما ادري قديش اتكلم التحكيم. اخر 5 دقائق يعني ظلم عيني عينك، وانهى المباراه وهجمه لنا. لكن احنا قدمنا كل اللي علينا، كنا نقدر نجيب الفوز، لكن قدر الله ما شاء فعل. اتيت من اجل المشاركه مع الاهلي، وفي تصريح لك كابتن بعد ان ضمنت ان فيتور بيريرا سيعتمد على صالح الشهري بشكل كبير. اليوم لم نشاهد اعتماد على صالح الشهري الا من خلال مجرد الشوط الثاني. والله هذا شيء يعود للمدرب. انا ادي اللي علي، لو ابغى الشوط الثاني ابغى بدايه المباراه، انا لاعب وهذا ادي اللي علي، ما اقدر اتكلم عن قرارات المدرب.